اهلا بحضراتكم من جديد، واكيد بنفكركم بضيوفنا النهارده. هو حدث طبعا من الاحداث اللي حصلت مهمه داخل النادي الاهلي، وهو فوز فريق الرجال للجمباز ببطوله الجمهوريه سواء فردي عام او فرق. وبالمناسبه المنافسه كانت السنه دي اصعب. كلمت مع ضيوفي قبل ما نطلع اوف اير انه كان طبعا الفرقه اتطورت بشكل كبير، واحنا كمان كنا عند قد المسؤوليه. الجمباز في النادي الاهلي بيلقى دعم كبير من مجلس اداره وقاعده عريضه داخل النادي الاهلي. برحب بنجوم الفريق، نجوم الجمباز رجال في النادي الاهلي، وبرحب في البدايه بضيفنا الرياضي الكبير جمباز لاعب الجمباز يحيى شراره. نورنا يا كابتن يحيى. اهلا وسهلا بحضرتك، والف مليون مبروك. ويعني هناخد تفاصيل اكتر منكم. الله يبارك حضرتك يا رب، واحنا مبسوطين ان احنا مع حضرتك. نورنا حضرتك. كابتن محمد مختار منورني ومشرفني. الله يحييك والله. ابتدي معاك يا كابتن يحيى. يمكن اللي انا قلته في الانترو صحيح، حال المنافسه كانت شرسه. ليه كانت يعني الفوز كان صعب وكانت المنافسه شرسه؟ وعرفنا حتى نهائيات الجمهوريه كانت ازاي، يعني اتكلم باستفاضه عن البطوله. السنه دي البطوله كانت اصعب بكتير، لان مبدئيا في لعيبه كتير راحوا لنوادي تانية، يعني في انتقالات حصلت السنه اللي فاتت، فالنوادي كانت اتقل بكتير، زائد ان هم بيدعموا من الناشئين اصلا، فكان المنافسه قريبه جدا لحد اخر لعيب على اخر جهاز. يعني الدنيا كانت صعبه جدا، احنا قاعدين ما حدش عارف مين اللي هيكسب. يعني اول ثلاث فرق فرق ما بينهم صغير جدا، اعشار. ها بالظبط، يعني فرق ما بيننا وما بين المركز الثاني للمؤسسه العسكريه 6 اشهر، وما بيننا وما بين نادي سبورتنج كان درجه و20، ففرق بالزبط. صغير جدا. يعني بنخبط يعني هو 6 اشهر ما بين الثاني والثالث كمان. بالظبط، يعني 6 اشهر ما بيننا وما بين يعني في اي لحظه كان ممكن المركز الثالث يبقى المركز الاول عادي جدا. المنافسه انتهت عند اخر لعيب نزل من فجاه الحظر على الثلاث مراكز، اول وثاني وثالث، ولا بس ما بين الاول والثاني؟ لا، على اول ثلاثه. يا خبر ابيض يا جماعه، يعني لعيب واحد هو اللي هيحدد الترتيب بتاع الفجاه الثانيه. لا ده انا عايز اعرف تفاصيل، ده انت شوقتوني بقى. طيب النهارده يعني، طب كلمني اكتر، قول لي البطوله كانت على كام يوم، وصلنا ازاي، النهائيات اتلعبت ازاي، كم جهاز لعبنا عليهم، هل السته كلهم لعبنا عليهم ولا لعبنا على جهاز اقل، دخلنا بكام لاعب؟ لا انا عايز تفاصيل وديتيل اكتر. هو احنا البطوله بتبقى هي على يوم واحد، بتبقى لو كان يوم 30/12 بالظبط. تمام، هي بتلعب في يوم واحد، نهائيات فردي عام واجهزه وفريق. ممتاز. دخلنا احنا 5 لعيبه، انا ومحمد ومروان عبد الرحمن وعمر العربي. تمام. دخلنا احنا 5 على 6 اجهزه، لعبنا 6 اجهزه، وبناخد بقى احسن 3 درجات على كل جهاز. ممتاز. بتتجمع بقى انتوا الخمسه. عايز افهم حضرتك الاول. احنا الفجأة اصلا احنا مثلا بتاع 10 لعيبه. ممتاز. بعد كده بيحصل تصفيات بيختاروا منهم احسن 5 او ايا كان. يعني انتوا الفريق 10 لعيبه. الخمسه اللي داخل البطوله هم احسن خمسة هم دول اللي درجاتهم هتدخل. ممتاز ممتاز. لما بنيجي نلعب بقى احسن 3 درجات على كل جهاز هي اللي بتتاخد، تتجمع على بس بعض. بس الخمسه كلهم بيلعبوا نفس اللعبه؟ لازم يلعبوا. يعني انتوا ما شاء الله الخمسه كلكم بتلعبوا ال6 اجهزه؟ الله اكبر، الله اكبر عليكم. هو ده دور الفجاه، دي الصعوبه طبعا. وكمان الخمسه التانيين اللي يعني ما توقفوش السنه دي بيلعبوا ال5 اجهزه، وهم كويسين جدا برضو. بس هو يعني طبعا بتبقى حسبه المدير الفني، ممكن البطوله اللي جايه الخمسه اللي جوه دول بره، ما هي كل سنه بتتغير روتيشن حسب اللي جاهز. ودي رياضه يعني، حتى كره القدم كده. ايوه طبعا. طيب انت عندك، انتوا لعبتوا 6 اجهزه، خدوا احسن 3 درجات. طيب احنا وصلنا اخر جهاز كان ايه، والمنافسه كانت بيننا وبين مين، ويعني اديني بقى الحته اللي هي التشوق بقى. بص، ترتيب الاجهزه ثابت، اللي هو يعني كل لعيبه الجمباز عارفينه. فاحنا بدانا عقدي احنا وكان معانا المؤسسه. حلو. بننهي بجهاز ايه؟ بجهاز العقل. كان معانا المؤسسه، هو ده اللعيب اللي انا بقول لك عليه. احنا بنبدل مع بعض، احنا بنبدا الاول الخمسه بتوعنا يلعبوا ياخدوا درجاتهم، بعد كده الفجاه الثانيه تلعب، خمسه بتوعها يلعبوا. يعني الفاينل كان بيننا وبين المؤسسه. تمام. يا صبر. حلو. وبعد كده بدانا جهاز بدانا. وفي فجاه ثانيه بقى على اجهزه ثانيه، يعني نادي السيد بدا مثلا حسن حلق كده، بينهوا بقى عكسنا، يعني مثلا ينهوا اقضي هم، احنا ننهي عقله هم. بتمشوا تبديل وتوافق بحيث ان الكل يبقى شغال مع بعض. بالظبط. طب هي الماتشات اتلعبت فين؟ في نادي مدينه نصر، في الاستاد اللي عند نادي مدينه نصر. وكان الاتحاد مجهزه وكل شيء بحيث ان هو كل اجهزه. على طول. كل اجهزه على اعلى مستوى طبعا. طيب خلينا يعني نتكلم بتفاصيل اكتر، ايه الاجهزه اللي احنا تفوقنا فيها جدا؟ يعني خلينا نتكلم ان احنا مش كل الاجهزه خدنا فيها اول، صح ولا كله خدنا فيها اول؟ ما هي مش بتحسب كده بالظبط. هو احنا منافسات الفرق بتتحسب ان احنا بنجمع مثلا، احنا 5 لعيبه ارضي، فنفترض ان احنا جمعنا مثلا 30 درجه. تمام. فهناخد 30 درجه دول، نشوف على حصان حلق مثلا جمعنا 25. ما انا هتكلم اخدها بقى جهاز جهاز. تمام. احنا ايه الاجهزه اللي كنا جايبين فيها فرق حلو محترم بيننا وبين المؤسسه؟ هي المنافسه كانت قريبه في كل الاجهزه تقريبا، يعني يعني البطوله كلها يعني احنا في الجهاز الرابع
كنا احنا الخامس اصلا او الرابع تقريبا على البطوله يا جماعه، عملنا كومباك في جهازين. بس انا مبسوط، هو احسن جهاز عندنا يا عصام اللي بيعلينا هو حسن قبض، هو ده الجهاز اللي بيفرقنا عن ال... انتوا عارفين كده، متفرجين على كده وعارفين احنا هنخش احنا الخمسه نجيب اعلى درجات في 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 الحصان. طيب بس انا بيني وبينك انا سعيد، يعني انا بحب دايما كمان سعد. يعني لا طبعا سعيد بالمكسب، ولكن سعيد ان احنا خدناه بعد مجهود. فده ياكد ان احنا يعني الحمد لله. هو مجهود وتوتر طبعا كان طبعًا. الموضوع صعب يعني، كان بطوله واحنا في البطوله يعني تقيله جدا لينا وللناس اللي معانا طبعا، لان احنا كل زمايلنا بيحضروا ويتفرجوا علينا بيشجعونا طبعًا. فطبعا لينا احنا واللي بيتفرج علينا كمان، بطوله صعبه جدا طبعا، كانت بطوله صعبه. طيب يعني احنا طبعا ناقصين عمر العربي، مش موجود معانا اكيد ان شاء الله، يعني اكيد يكون معانا في حلقه ثانيه، هو الوحيد اللي ناقص من الخماسي اللي لعب وهنجيبه اكيد، هنحاول مثلا مداخله بالتليفون يكون معانا نبارك له كمان على الفوز النهارده. طيب الاعداد للبطوله دي، يعني النهارده انا اكيد ما رحتش على طول الجمهوريه على طول، يعني اكيد كان عندي يعني بطولات اعداد. كلمني عن مثلا الشهرين اللي قبل البطوله عملنا ايه. هو احنا بيبقى في الاتحاد بيعمل بطوله اسمها بطوله الفراعنه، بتبقى تقريبا قبل البطوله بثلاث اربع شهور. تمام، واحنا اتكلمنا عنها في البرنامج هنا بالظبط. ف يعني دي بتكون تجربه، دي مش بنفس سيستم بطوله الجمهوريه، لان احنا ممكن نخش لعيب عايز يخش ينافس على جهاز واحد ينافس على جهازين، فكنوع من التجربه مثلا للجمل الجديده الحركات الجديده. وبعديها بناخد الشهرين التانيين بقى الفاضلين تمرين. مش تمرين، هو بيبقى اختبارات، يعني احنا اختبارات كله بيقيم تقييمات عشان خاطر احنا الجمباز دوت صعبه. مش حكايه صعبه، هي كمان محتاجه ان احنا نختار الدرجات المظبوطه واللعيبه، يعني نشوف مين هيفيدني فين فاختاره. يعني مش احسن واحد ممكن يكون هو كويس مثلا على اربع اجهزه، بس انا قصدي الجهازين دول. اختار مسؤولية مين؟ هل الدكتور محمد فؤاد ولا هل كابتن عمر رايضه هو اللي بيختار؟ يعني هم بيجيبوا لجنه مخصصه ان هي تحكم لنا طبعا، درجات بقى وسكورات وكده، هو يشوف يتفرج. انت عندك منافسه جوه النادي نفسه؟ لا طبعا، بس انت عشان تدخل جوه الفرقه اصلا انت عندك حتى اللي بره الفرقه هم ناس بتنافس، فانت الاول عشان تدخل الفرقه دي بعد منافسه قد كده، بعد كده تدخل بقى البطوله المنافسه بقى الكبيره. الضغط، انت مضغوط من اول اسبوع يعني، اللي هو انت يعني مضغوط من اول اسبوع. بس اهم حاجه ان الروح دايما بتبقى حلوه بيننا، يعني مفيش اي اختلافات ما بيننا، مفيش كلنا بنشجع بعض. انا لسه قايل لك يعني دي لقطات من البطوله، لسه قايل لك ان الجمباز قبل الهوا حاجه تانية، حاجه راقيه طبعا، حاجه يعني جميله جدا، اخلاق وعلم. طيب هنتكلم، احنا اتكلمنا عن الفرق البال فردي. الفردي يا محمد ايه الدنيا مشيت ازاي؟ انا عايز اتكلم بس على اللحظه دي. شايف انت يحيى؟ انا اللي لعب على الاقل، يحيى هو اللي قاعد تحت على الارض. لا هو اللي هو قاعد على اعصابه اكتر مثلا مني، ان انا اللي بلعب. انت اللي كنت، انت محمد انت اللي على انت اللي على هو اللي على الجهاز الله اكبر والله، يعني فضل كله يرجع طبعا للمدربين دي نازله. لا لا يا جماعه دول دي تاني. ده ده الناس لك كانت حلوه قوي. طب محمد عمل جمله من اجمل الجمل هنا. مين يا جهاز الحصان؟ ده مروان اخويا. ده مروان اخوه ده طبعا. طيب انتوا كنتوا فين بقى؟ ولا مش باينين في الشاشه؟ لا انا كنت مش في الكادر. لا احنا هنا كنا لازم نبقى بره. بس اعصابكم بقى قاعدين على اعصابكم طبعا، احنا كل واحد بيلعب بطوله، يعني احنا كلنا طبعا الدرجه بتفرق، فكلنا واقفين مستنيين اعلى حاجه لكل واحد. لا والنازله حلوه الله اكبر وفارق جسمه وبتاع. مين ده؟ محمد انت ولا ده؟ انا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. لا احنا يعني ودي الاحتفالات بقى جامده جدا يا سيدي يا سيدي. لا ده حاجه. لا ده بص، حاولنا نعمل زي الالعاب الجماعيه شويه. لا ازاي لا انتوا عاملين شغل الله اكبر جميل. وكمان يا دكتور محمد فؤاد حتى فرحان قوي. عارف الفرحه دي جايه ليه؟ عشان كان في منافسه طبعا، عشان كده انا بقول لك عشان جايه بعد تعب الموسم كله طبعا. لا بس انتوا الله اكبر عليكم، يعني ما شاء الله، يعني حاجه تشرف. طيب هتكلم على الفردي برضو، يعني برضو عايزك يا يحيى ومحمد تكلموني عن الفردي. احنا عملنا ايه ولعبنا ايه ومين دخل ايه؟ يعني كلموني عن الفردي، احنا اتكلمنا عن الفريق، اتكلم عن الفردي شويه. هو الفردي العام السنه دي كان بسم الله ما شاء الله عمر العربي كان متفوق فيه بفرق كبير، فهو كان هو اللي طلع على اغلب الاجهزه يعني في الثلاث ميداليات. يعني في مثلا ممكن انا اكون طلعت رابع مثلا على الجهاز او خامس على الجهاز، محمد نفس الكلام خامس مثلا عقله. لكن كميداليات كان هو عمر، يعني هو اللي كان ليه النصيب الاكبر. يعني ذهب ولا فضه ولا في مثلا ثلاث اجهزه ذهب مثلا وجهاز فضه جهاز برونز كده طبعا. ده اد فاليو للفريق طبعا. طبعا موجود، احنا كنا فرقه واحده اكيد طبعا. بس احنا يعني في اول خمس ست اماكن على مستوى البطوله الفردي احنا لينا وجود قوي. طبعا مركز واثنين وثلاثه طبعا. عمر هو اللي كان يمكن سابق شويه عشان طبعا خبراته ولعب اولمبي ولعب اكيد يعني مع المنتخب حاجات كتير. عشان عمر هو كابتن الفرقه برضه، هو الثقيل اللي في الفرقه قوي، فهو
حاجه بتسندنا، هو اللي بيسندنا. طيب المنتخب اخباره ايه؟ انتوا مين في المنتخب؟ مين دخل المنتخب؟ مين بيلعب؟ يعني طمنوني برضو عليكم. هو انا ومحمد كنا في المنتخب سابقا يعني، بس حاليا لا عشان طبعا ظروف الدراسه والحاجات دي. اللي حاليا موجود في المنتخب عمر العربي وعبد الرحمن، خش كمان شويه، فهم المفروض عندهم بطوله تقريبا كمان 45 يوم. عبد الرحمن رضا كاس عالم مؤهل المفروض للاولمبيكس. دي كاس عالم هتبقى فين؟ في مصر. في مصر، في مصر. هو بيبقى في سلسله كاسات عالم، في مصر، في تقريبا في الدوحه، في باريس قربت خلاص. يعني هي في اول شهر 2 تقريبا. ده الموضوع داخل 39 يوم، ده دخلته في مهمه جدا لعبد الرحمن، مهمه للعربي طبعا. لو لازم يجمعوا نقاط. طب هم يعني البطوله دي منفصله، نقاطها منفصله، ولا هو بيأكيوميليت مع 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 كاسات العالم؟ هي بتبقى سلسله من كاسات العالم. لا ليهم علاقه ببعض يعني. هو ممكن لو ده دخل فاينل مثلا، هو الفاينل بيبقى اول 8 لعيبه تمام. لو مثلا ما حلفوش الحظ وكان هو الثامن، بس في مثلا بطولتين كمان بتاعتها ان هو يعني تجميع نقاط متراكم، تجميع تراكمي. أيوة يعني بالزبط. مش البطوله دي مطالب منه يطلع اول؟ لا مش لازم. طب احنا موقف، لو انتوا فاكرين موقف عبد الرحمن والعربي، موقفهم ايه وهم داخلين البطوله دي؟ يعني موقفهم مريح شويه، فرص تاهلهم للاولمبياد كويسه ولا صعبه؟ هو طبعا المنافسه شرسه جدا طبعا، لان اللعيبه من اوكرانيا، لعيبه من الصين واليابان، كل ده لان هي دي بتاهل الاولمبياد على طول. فطبعا الموضوع صعب، بس هم ليهم اكيد فرصه اكيد. وفي بطوله افريقيا بعديهم لهم فرصه في بطوله طبعا. يعني هو لو قدر يجمع اكتر نقاط من بطوله العالم دي او كاس العالم ده وراح افريقيا، ممكن يروح افريقيا بس يخش فاينل او يخش النهائي يتاهل. يعني قصدي اقول لك ان برده مهم انه يؤدوا اداء كويس، بس دي مش اخر المطاف يعني. لسه عندهم لسه عنده فرصه ثانيه افريقيا. طيب كلموني عن التدريبات بتاعتنا بتمشي ازاي، مين مدربينكم، مين الجهاز؟ عايزين نخش شويه بقى في قلب النادي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، المديرين الفنيين، الكلام معاهم، مين اللي بيعدل لكم؟ عايز اخش شويه اكتر واسمع منك يحيى، واسمع منك كمان يا محمد ازاي الدنيا ماشيه جوه الفريق. يعني احنا طبعا احنا الاول المدربين بتوعنا الكابتن عادل ربيع، كابتن عمر الرضا، والخبير الاجنبي مستر هيريار جاسباريان، كابتن كريم علي مدرب عام، والدكتور محمد فؤاد. طبعا احنا كلنا بنكون يعني هم طبعا تنسيق معاهم، حطوا البرنامج التدريبي سواء للموسم الاعدادي او لفتره المنافسات، عشان نحاول ان احنا نظبط الدنيا كلها، نكون في البطوله في احسن حال. ممتاز. يعني 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 انتوا شايفين رعايه او بتلقوا رعايه فنيه قويه؟ طبعا جدا. طبعا قويه جدا لكل واحد وخبير وشغل عالي يعني. طيب يعني خلاص، يعني خلاص احنا حطينا برنامج، بتتمرنوا ازاي؟ يعني قول لي مثلا انت محمد تمرينك بيبقى ازاي؟ يعني احكي للساده المشاهدين. احنا تمريننا لازم يبقى كل يوم اولا، وما بيقلش عن مثلا 4 ساعات. فين؟ في النادي الاهلي الجزيره. ده الاساس بتاعنا، ده الاساس. هل ممكن ده كان الفرع الاساسي اصلا بتاع الدرجه الاولى وكده؟ ما بتحتاجوش مثلا ممكن حد ظروفه تسمح له يتمرن في الشيخ زايد، ولا دي ما بتحصلش؟ لا، هو احنا درجه اولى خلاص، احنا الموضوع اتحسم ان انت لازم تتمرن هناك. نعم. لو حبينا نروح اهل الشيخ زايد بنروح طبعا وكده، عشان الاجهزه طبعا مستورده هناك اكثر وكده. بس مستمرينكم الاساسي في تمريننا الاساسي اربع في كل يوم؟ كل يوم حد فيش راحه؟ كل يوم. بيبقى تقريبا رينج من الساعه 2 لحد الساعه 5. الاربع ساعات جمباز ولا يعني 4 ساعات بيبقى كلهم جمباز، ولا منكم بيبقى جزء بدني؟ لا، لازم طبعا اول ساعه دي جزء بدني. بدني وبعد كده بقى بندخل على الفني اللي هو بقى الحركات وكده، وبعد كده نرجع بدني تاني. محمد شايف ان حياه لاعب الجمباز ده حياه شقه بأمان؟ طبعا شقه جدا. بتعاني؟ ها لا، هو محمد اصلا طالب في طب في جامعه الدلتا، يعني هو بيسافر كتير جدا. محمد انت دكتور؟ بقول لك بص، انا والله العظيم انا لسه قايل لك على الهوا قبل الهوا، قلت لك الجمباز حاجه تاني ما شاء الله. انتوا كلكم بامانه يعني educated enough وشخصيات كاريزما. الجمباز حاجه يعني بامانه، لان انت بتلعب على لعبه صعبه. فانت في كليه الطب، هو بيكون الشخصيه كمان كويسه. انت في كليه الطب جامعة الدلتا وتحضر تمارينك وتروح جامعة الدلتا؟ بحضر هناك وبحضر هنا في التمارين، وبسافر مثلا كل يومين لازم اروح اسافر عشان خاطر الحضور والمحاضرات وتسليم الحاجات وكده، اسايمنتات وكده. دي قصة نجاح بصراحة. يعني شقة شوية يعني بأمانة قصة نجاح، ان انت تبقى في طب وان انت تبقى يعني لاعب وكمان منتخب مصر والجمباز وبتلعب في النادي الاهلي، دي حاجة يعني قدوة لكل الشباب. وده هدفنا ان احنا نوصل للناس ان التوفيق ما بين الرياضه والدراسه مش صعب.
يبقى اللي هيتفوق رياضيا يقدر يتفوق كمان دراسيا، وفي الاخر بيطلع انسان ناجح في المجتمع يقدر يعني. أيوة. طب انت برضو كلمني عنك يا يحيى، قول لي الدنيا ايه، دراستنا الدنيا ماشيه ازاي؟ انا بدرس بيزنس جامعه القاهره. ما شاء الله طبعا، ما شاء الله. برضو الله اكبر. 3-4 ايام جامعه بعدين نروح على التمرين. لازم طبعا نكون ملتزمين في الاثنين، طبعا لان طبعًا. الواحد بيحاول ان هو مفيش حاجه سهله دلوقتي. أيوة طبعا. مفيش جامعه سهله، كله حضور وكل كل شغل. حاجه صعبه. الدنيا اتطورت على فكره. انا كنت جامعه القاهره زيك بجد. ما هي جامعه القاهره دي، بص دي عيش. ده انا بعدي من جنبيها كده. يعني جامعه القاهره دي بالنسبه لي ذكريات طبعا كلها. جامعه القاهره دي حاجه يعني تحس يعني تحس بتاريخ وتحس بكل حاجه. طبعا. فانت الله يكون في عونك برضه. رحمة الله. يعني برضه التدريب والدراسه برضه امور صعبه جدا جدا. ايوه طبعا. طيب نفس الكلام بالنسبه لمحمد، بتمرن في الجزيره وبعد كده لو احتجت كل حاجه كل احنا نفسك. هو التيم كله شغال مع بعض. لا لازم تتجمع فجاه موحده، تيجي الساعه 2 التمرين، ميعاد التمرين الساعه 2. بيبقى في استثناءات بس هو الميعاد الاساسي الساعه 2 عشان بيبقى موجود بقى الناس الكبيره الجهاز كله. طيب كاسبريان المدير الفني او مش المدير الفني، الخبير اللي هو موجود، يعني هل اضاف لكم بصمه؟ يعني قول لي استفدتوا منه ايه؟ شايفين ايه الفرق ما بيننا وبين المدرسه الاوروبيه؟ هو طبعا ضاف لنا كتير، لان هو من المدرسه الارمنيه. المدرسه الارمنيه يعني صعبه جدا. هي ولا بلومبي كان بالظبط. فهي اساسا في كذا حد طلع من ارمينيا جامد جدا، يعني في اللي بينافس على ميداليه حصان القفز في الاولمبياد الجايه من ارمينيا اصلا، وبطل عالم سابق وكده. فهي محتله الموضوع. يعني هي شبه المدرسه الاوكرانيه والروسيه بالظبط في الجمباز. فهي مدرسه شاقه، مدرسه لازم شغل كتير قوي. شقق لا وبعدين الوجع والالم. انتوا بتشقوا ده يعني؟ هم المدرسه بتاعتهم الوجع والالم. انت دلوقتي طلعت 10 جمل لازم تعملهم تخلصهم، ما عنديش بقى اللي هو جو في البطوله هيحصل لك بقى روح ومش عارف ايه وكده. لا هو الموضوع محسوب. هو عايز يبقى عارف انت هتطلع تعمل ايه. طيب استفدتوا منه ايه يعني، غير ان الموضوع شاق وان هو بيحسب كل حاجه وان هو هل مثلا هتكلم على المستوى الشخصي؟ يعني خلينا نتكلم على حاله فرديه. يعني بالنسبه لك يا يحيى، ايه اللي ضافه لك المدير الفني، او ايه الكلام اللي كان دايما بيوجهك فيه وشايف ان انت محتاج تركز فيه؟ هو طبعا يعني بيضيف على الاجهزه بعينها، يشوف مثلا انا مميز على جهاز مثلا الارضي وحصان القفز، فانا لازم اركز. مثلا انا شغال في اتجاه معين، هو شايف ان اتجاه تاني احسن، فلا ينقلني على الاتجاه ده ويعلمني فيه ويظبط الدنيا فيه عشان ده الاحسن لي. فهو بيشوف كل واحد مميز على انهي جهاز مثلا، ويظبط بقى عليه، يظبط مثلا حركه جديده، شغل مثلا معين، شغل بدني معين للجهاز نفسه. فده طبعا من اهم الحاجات يعني اللي هو ضافها لنا. طيب انا يعني برضو يعني بنفس الوضع مع البدني، هل هو داخل معاكم في موضوع البدني؟ لا اكتر واحد بقى دايس في موضوع البدني ده، مركز معاكم. ده عامل لنا برنامج مخصوص للبدن، لازم كل يوم تيجي تعمل اعداد معينه. يعني مش فني بس، ماليش دعوه بالبدني. يعني اول اول اصلا لازم بيعمل لنا اختبار بدني، وبناء على كده بيحط لك النظام اللي هتمشي عليه في البدن. اللي موضوع هو موضوع صعب قوي. يعني مثلا انا نظامي غير نظام يحيى غير نظام عبد الرحمن غير نظام مجمون. انت الله يكون في عونكم بصراحه. بس انا سعيد بكم جدا ونورتوني وشرفتوني بمعانا، وبتمنى لكم كل التوفيق. ودايما الجمباز في النادي الاهلي حاجه تانية وفي كوكب تاني. طبعا محمد مختار لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر للجمباز، بشكرك شكرا جزيلا والف منهم مبروك على بطوله الجمهوريه. الله يبارك حضرتك. طبعا يحيى شراره وضيفي دايما العزيز اللي دايما بينورني، بشكرك نورتني وشرفتني والف منهم مبروك على الاداء وعلى البطوله. ربنا يخلي حضرتك الف. الله يبارك في حضرتك. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ومكملين معاكم مع اعضاء الفريق، فريق الجمباز واللي فازوا ببطوله الجمهوريه، ولكن بعد الفاصل.